آمل جد الأمل من حكومة الرشيدة وزارة الأوقاف وزارة التنمية الاجتماعية وكل القائمين على ذلك الوقوف بصف واحد ضد هؤلاء القائمين على النوادي الليلية ومنعها بكل ما أوتوا من قوة. أكيد إحنا في دولة مسلمة الديانة الإسلام وهذا إشي منافي للشريعة الإسلامية وهذا إحنا نخشى من الدولة يعني نخشى إنه ربنا يغضب علينا من وراء هاي القصة. الحكومة مقصرة بتسمية الشارع الموجود فيه النوادي الليلية شارع مكة فيفترض إنه هذا ما يكون فيه الشارع مكة. هذا أول تقصير. اثنين يفترض إحنا كبلد إسلامي ما في داعي للنوادي الليلية نتعظ ما يصير عندنا في الدول المجاورة إنه نتعظ فيها. نعم لازم تسكرهن لما تعمل مشاكل تضغط عليهم هن الخمرات في رأي بالنسبة للخمرات إنه يعطيهم دوام من 10 صباحا إلى 10 مساء واللي بتأخر يسكروا إياها يعطون دار. يعني بالنسبة لموضوع هذا بيعتبروا مواضيع السياحة والموضوع انه زي علمانيا زي الدول المجاورة اللي حوالينا زي تركيا زي 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 فبعتقد انهم بتصرفوا زيهم هذا من تجاه سياحة. يجب لها ضبط يعني يجب لها ضبط لانه احنا في النهاية في عندنا شباب يعني في مقتبل العمر يعني بدون رقابة مع الانفتاح التكنولوجي اصبح هناك يعني متنفس لهاي المرتدين. فانا بحكي يعني بدك تسأل حدا بخص يعني مرتدين هاي الاماكن يعني يجب انها تشدد عليها اكثر بالرقابه والضبط الهاي عليها احسن عشان ما يصيرش في عليها كثره وتجاوزات لحدود يعني. نعم تقصير صارخ يعني الانديه الليليه اصبحت بمثابه دوله داخل دوله. الرقابه خجوله من شتى الجهات يعني بصراحه شيء مؤسف جدا انه بتجد مظاهر سلبيه وخطيره جدا تتجسد في اكثر من صوره ابرزها وجود بودي جاردات يعني بودي جار يعني هذا بيكون على الاغلب من ارباب السوابق ومن اصحاب القيود الجرميه. يعني احنا هسه بدنا ندور على ضبط الملاهي الليليه احنا عندنا امور كثير اهم من انه نفتح ملاهي ليليه اصلا وعندنا كثير امور اهم من انه نوادي ليليه ملاهي ليليه يعني مدعاه للفساد يعني.